احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم قال: ومن أعظم ما أمر الله عز وجل به أن يحفظ مما نهى الله عنه الفرج. الفرج. قال: وقد أمر الله عز وجل بحفظ الفرج فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومدح من حفظ فرجه، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً.